السلام عليكم. غالبا الافلام القويه سواء تترشح الاوسكار او اللي الناس دائما تتكلم عليها غالبا تكون دراميه او اكشن او سوبر هيروز، فدائما تنظلم الافلام الكوميديه والافلام الرومانسيه. عشان كده في الحلقه دي ابى اتكلم على الافلام الرومانسيه، ابى اتكلم على اجمل الافلام الرومانسيه اللي انا شفتها. وبدل ما اعمل توب 10 وافضل 10 ونعمل افضليه فيهم، لا، هاخد عقد من الزمن واختار من كل عقد فيلمين. هبدا من سنه 1990، فهاخد فيلمين من التسعينات، وهاخد فيلمين من 2001 الى 2010، وهاخد فيلمين من 2011 الى الان. أكرر مرة تانية، هذه مو أفضل أفلام رومانسية، وفي نفس الوقت الترتيب اللي حيطلعوا فيه مو بالأفضلية لكن بالأقدمية. هأبدأ من الأقدم إلين الأحدث، ويلا نبدأ. هذا الفيلم من إنتاج سنة 1993 من تمثيل المخضرم توم هانكس ومن الممثلة ميغ رايان. القصة ببساطة عن واحد أتوفت مرته اللي هو توم هانكس. توم هانكس يكون عنده ولد، الولد ده حزنين على أبوه، يبغى يتعرف على مرأة جديدة، يبغى يصير عنده أم جديدة. فيقوم الولد في يوم من الأيام يتصل على الإذاعة ويقول أنا بأدور لأم لي أو بأدور لزوجة جديدة لأبويا. طبعا توم هانكس والأب في الفيلم ما كان يدري عن اللي بيسويه ولده، وينحط في الأمر الواقع ويبدأ يتكلم ويوصف على الراديو حب لمرته ومشاعره لمرته بعد ما ماتت. وطبعا كثير من البنات والسيدات كانوا بيستمعوا للراديو لما كان توم هانكس بيتكلم، ومنهم ميغ رايان اللي تبدأ تتعلق فيه وتحاول توصل له على الرغم انها مخطوبة. ومن هنا تبدأ قصة حب رومانسية معقدة. الحلو في الفيلم ده انك تشوفه دي الايام، فيلم قديم من التسعينات، من بداية التسعينات كمان، فتشوف كيف ان العالم قبل الانترنت، قبل السوشيال ميديا، كيف الناس كانوا يتعرفوا عن بعض، كيف الناس كانت تستمع للراديو، كيف الراديو اصلا كان بيحرك العالم. حاجة حلوة إضافية، إضافة للقصة الرومانسية الجميلة لتوم هانكس وميغ رايان في فيلم واحد. جوليا روبرتس كانت شيء كبير في التسعينات، قدمت مجموعة أفلام كثير منها رومانسية، لكن أنا بشكل خاص يعجبني الفيلم ده جدا. القصة عن شخص بريطاني عايش حاله حال نفسه ويملك مكتبة. الشخص ده هو الممثل هيو جرانت. في يوم من الأيام تدخل عليه وحدة وتطلع إن هي ممثلة أمريكية معروفة والناس كلهم جايين وراها. الاثنين يبدأوا يتكلموا مع بعض، يعجبوا ببعض وتبدأ بينهم علاقة، لكن العلاقة دي صعبة جدا. هو في بريطانيا، هي في أمريكا، هو صاحب مكتبة وعلى قده، هي ممثلة ومشهورة. فقصة الحب هنا عن كيف اثنين يحبوا بعض من عوالم مختلفة، كيف تجمعوا، حيتفرقوا، حيكملوا أو لا. Eternal Sunshine of Spotless Mind. أنا قعدت أحفظ اسم الفيلم ده لفترة طويلة، لأني كنت دائما أحاول أحكي عنه وأقول لهم يا أخي الفيلم ده حق جيم كاري، ودائما أنسى. ببساطة الفيلم ده من أجمل الأفلام اللي أنا شفتها، مو بس أفلام الرومانسية، حتى من ضمن أجمل الأفلام الدرامية اللي أنا شفتها. نقطة القوة الأولى في الفيلم واحد، إنه من تمثيل كيت وينسلت، تعجبني جدا الممثلة هذه. اثنين، جيم كاري يفاجئ الجميع بأداء درامي جبار. قد ما كان يعجبني جيم كاري في هبله وجنانه ودور الكوميديا اللي بيقدمها، لكن ورانا جانب عظيم جدا في الدراما. له أفلام درامية ثانية ممكن نتكلم عنها لاحقا في القناة، لكن في الفيلم ده من أجمل أدواره الدرامية. قصة الفيلم عن اثنين يحبوا بعض بشكل جدا كبير، لكن مروا فترة انفصال. الانفصال كان قوي على الاثنين لدرجة انه كيت وينسل تقرر انها تمر بتجربة، تجربة علمية غريبة تمسح الذاكرة عندها تماما. تخيل انه انسان يقرر يمسح الذاكرة تماما بس عشان ينسى الشخص، لأي درجة الشخص ده مجننه في حياته او متغلغل في كل الذاكرة اللي هو عايش فيها. صعب أتكلم أكثر عن الفيلم، صدقني واحد من أجمل الأفلام اللي ممكن تشوفها سواء رومانسية أو درامية، لكن يوريك ألم الفقد، يوريك مدى قوة الانفصال وقد إيش إنه مو سهل أبداً إنه أنت تبعد عن شخص تكون في علاقة قوية معه، وإيش ممكن تعمل عشان تنساه. هذا الفيلم من إنتاج سنة 2009. أنا شخصياً تعجبني الأفلام اللي يجيبوا لك مجموعة قصص في فيلم واحد، فلما يكون عندك مجموعة قصص معناته حيكون عندك برضو مجموعة من الممثلين، كل مجموعة منهم تأدي قصة بشكل مستقل عن الثاني، ممكن يترابطوا مع بعض في أحداث الفيلم وممكن لا، لكن بالتأكيد إنه الجميع بيوصل نفس الرسالة. هذا الفيلم هو واحد منهم، مجموعة قصص، والرسالة اللي هنا بتوصل من مجموعة القصص دي إنه الحب معقد
معقد جدا. يجيبوا لك الحب من عدة جهات ومن عدة وجهات نظر، من المتزوج ومن العازب ومن اللي في علاقة، فتخش في شعبكة رومانسية بين القصص دي المختلفة. الفيلم كمان فيه أسماء كبيرة، عندك سكارليت جوهانسون، جيفر آنستن، بين أفليك وبرادلي كوبر كمان. فيلم جميل جدا، من أجمل الأفلام اللي تحتوي على عدة قصص. هذا الفيلم مبني على رواية بنفس الاسم، وهو من الأفلام القليلة جدا، يمكن حتى الوحيد، اللي شفت الفيلم وخلاني أروح أقرأ الرواية. غالبا أقرأ الرواية وبعدين أشوف الفيلم، وإذا شفت الفيلم ما أرجع أبدا للرواية. لكن الفيلم ده من كتر ما عجبني خلاني أبغى أعيش عالم الرواية بالتفاصيل اللي فيها. القصة بسيطة جدا، وهذه أحلى حاجة فيها، لأنه ما تعتمد على القصة قد ما تعتمد على الأحداث وعلى التفاعل بين الشخصيات. عن اثنين يحبوا بعض، الاثنين مصابين بالسرطان، واحد منفتح عن الحياة والثاني نوعا ما يائسة. الفيلم ده بيسلط الضوء على جانب صعب نتخيله أنا وإنت، صعب أي واحد بصحته وعافيته يتخيل كيف حتكون عواطفه تجاه أي إنسان لو عرف إنه حيموت، لو عرف إنه مصاب بالسرطان ومصيره إنه حيموت في يوم من الأيام. كيف يبني علاقة؟ كيف يخش فيها؟ وكيف يتغلغل مع أي إنسان ثاني، بالذات إذا الشخص الثاني ده اللي هو بيحبه كمان برضه مصاب بالسرطان وبرضه قدامه نفس المصير. فيلم مكتوب بطريقة ذكية جدا، وعلى الرغم من الأبطال مراهقين لأنه حتى الكبار حيستمتعوا فيه. أنا استمتعت جدا بيه بالسينما، استمتعت جدا بالرواية، وأنصح جدا بيه. الفيلم ده من إنتاج سنة 2016. في سببين رئيسيين خلوني أتفرج على الفيلم ده. واحد، أنا قرأت الرواية أصلاً، والرواية كانت حلوة، فكان عندي فضول أعرف كيف حيترجموا المشاعر القوية جداً اللي في الرواية ويحطوها على فيلم. غالباً الأفلام بتقتل الرواية، فكان عندي فضول أشوف لأي درجة حيقتلوها. ثاني سبب والسبب الأقوى، إنه الفيلم كان من تمثيل إيميلي كلارك. بما إني قرأت الرواية وعرفت إنه الشخصية الأساسية في الرواية شخصية واحدة كده تقول غريبة الأطوار، هبلة كده، مجنونة، فكإيميلي كلارك دورها في Game of Thrones بعيد كل البعد عن الهبالة، فكيف حتقدر تقدم الدور ده؟ والمفاجأة كانت إنه أتقنت الدور بشكل جدا كبير، لأنه أساساً إيميلي كلارك لو تشوفها في كل المقابلات التلفزيونية حقتها حتشوف لأي درجة هي إنسانة بسيطة جدا ومرحة وعفوية، فكان الدور ولا الشخصية اللي في الرواية دي مناسب ليها تماما، فالكاستنج هنا كان بطل. القصة ببساطة عن بنت غريبة الأطوار، تلاقيها بتشوفها هنا تتنقل من وظيفة للتانية، ما يقدر تمسك وظيفة بعينها، وهي محتاجة الفلوس عشان تساعد أهلها. في يوم من الأيام تجيها فرصة لتشتغل في بيت واحد غني، مرة غني، لكن للأسف الآدمي ده مقعد، مو بس مقعد، مقعد وأخلاقه زي الزفت، فكان دورها إنها تحاول إنها تتقرب منه، تساعده وتخليه مقبل على الحياة أكثر. الرغم من قصة الفيلم مألوفة جدا، ويمكن حتى شفناها في أفلام تانية، العبرة في الفيلم ده هو الحيوية والمرح والأشياء الجميلة جدا اللي إيميلي كلارك بتقدمها، والأهم الشخصيتين والحوار اللي بيصير بينهم، وزي ما قلت العفوية في الفيلم ده كانت جدا جميلة. لكن أبدا لا تغركم العفوية، خلوا مناديل جنبكم، أنا صراحة دمعت. وكده نهيت الحلقة، وهذه أول مجموعة من الأفلام الرومانسية اللي تعجبني. بكل تأكيد أنا ما ذكرت كل الأفلام الرومانسية، بكل تأكيد في أفلام رومانسية ثانية وممكن أحلى من اللي ذكرتها. لكن إذا عجبتكم الحلقة وحابين إني أكمل بنفس المنوال، بإذن الله حأقدم مجموعات منفصلة من وقت للثاني، مو بس الأفلام الرومانسية، حتى الأفلام الكوميدية. وبما إنه الأجواء رومانسية في الحلقة، حاب أقول بكل حب لكل شخص بتابعني شكراً على المتابعة، شكراً على المشاهدة، وشكراً كمان على النشر. كان معاكم ماهر نوصلي، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.